منظمة الـ UNDP التابعة للأمم المتحدة قامت بعدة مشاريع في قضاء القائم، منها أول مشروع هو توزيع 40 مولد كهربائي لغرض سد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، كون قضاء القائم لا تمتلك كهرباء وطنية لحد هذا اليوم. بوجود المولدات يعني أدى إلى رجوع بعض العوائل واستقرار المنطقة بشكل تام إن شاء الله.